أهلا بكم من جديد. 52 عاما مرت على إحراق المسجد الأقصى على يد الأسترالي مايك دينيس، والتهمت النيران حينها كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين الأيوبي. ومؤخرا دأبت شرطة الاحتلال على إبعاد مئات المصلين وحراس الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وستة أشهر بسبب احتجاجهم على اقتحامات المستوطنين. وتشتكي دائرة الأوقاف الإسلامية أيضا من محاولات الاحتلال التدخل في أعمال ترميم المسجد للحفاظ عليه، كما وجهت دائرة الأوقاف عدة مرات انتقادات للحفريات التي يجريها الاحتلال في محيط الأقصى، محذرة من تأثيرها على أساسات المسجد والمباني الإسلامية في محيطه. وبموازاة ذلك تصاعدت دعوات المستوطنين لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود. إذن مشاهدينا، 52 عاما مرت على إحراق المسجد الأقصى، وكل المؤشرات تشير إلى أنه كان مخططا من قبل دولة الاحتلال لإنهاء لحرق المسجد الأقصى وإنهائه، كما هو معلوم، لحلم لديهم أو كابوس ربما لبناء الهيكل على أنقاض الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. ولكن حتى اللحظة يعني بعون الله بالتأكيد وبهمة المقدسيين والشعب الفلسطيني عموما يحاولون بقدر الإمكان حماية المسجد الأقصى من مخططات دولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس عموما. بشكل عام نتابع محاولات تهجير بعض أهالي بعض أحياء القدس المحتلة، ولكن الشعب الفلسطيني والمقدسيون تحديدا يعني يصارعون حتى النفس الأخير من أجل مدينتهم ومن أجل الأقصى، أقصاهم وليس أقصاهم أقصى الأمة كلها. وهذا واجب الأمة كلها لتأمين وتحرير والحفاظ على المسجد الأقصى وعلى مدينة القدس المحتلة. طبعا أخطار كثيرة محتقة بالمسجد الأقصى المبارك وبمدينة القدس المحتلة. مشاهدينا، أرحب بضيفي عبر الهاتف من القدس دكتور خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق. أرحب بك دكتور خليل. بعد أكثر من نصف قرن على إحراق المسجد الأقصى، كيف هو حال الأقصى اليوم؟ هو مسيئ إلى أسوأ، لأنه هنالك مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي وضعتها السلطات الإسرائيلية بدءا من عام 1967 عندما كسرت قضية ستيكو الموجود في داخل الحرم لأخذ مفتاح باب المغاربة، ثم بدأت في رفع الأعلام الإسرائيلية فوق قبة الصخرة، ثم جاء القنصل التركي في تلك الفترة وأنزل هذا العلم عندما قال لقد انتصرتم على العرب لكن لم تنتصروا على المسلمين. حقيقة هذا الموضوع بالنسبة للجانب الإسرائيلي خطوة خطوة بدأ بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، وضع مراكز شرطية في داخله، ثم بدأ في قضية البوابات الحرم الشريف ووضع الشرطة عليها وتمنع من تحت من تريد وتسمح لمن تريد. وأيضا في نفس الوقت أيضا بدأت في قضية التقسيم المكاني والزماني. الزماني قد انتهينا منه والآن بدأت القضية المكاني. من حين إلى آخر تقوم السلطات الإسرائيلية بجس النبض كيف يكون ردات الفعل، وكانت قضية البوابات كما تذكرون من 2017، ثم قضية باب الرحمة فيما بعد، ثم باب العمود فيما بعد. فكانت وجدت أن هنالك ردات فعل قوية فتراجعت، لكن لم تتراجع عن خططها بالاستيلاء على هذه المنطقة، وخاصة أن لديها رواية ولديها أسطورة ولديها القوة، سواء كانت القوة التنفيذية أو القوة السيادية على هذه المنطقة،
ضاربة بعرض الحائط تجد قضية وادي عربة، لأن الأردن هو الوصي على الأماكن المقدسة في هذا المكان. يعني هو حتى مكانيا دكتور خليل هي استطاعت إلى حد ما أن تفرض هذا الواقع منذ وقت مبكر، منذ استيلاء الاحتلال على حائط البراق، وبالتالي لماذا نجحت سلطات الاحتلال في السابق في هذا وتفشل اليوم؟ أولا بال 67 عندما كانت الوضع في حالة انهيار للأمة العربية كاملة، وفي خلال 6 أيام احتلت أراضي واسعة من سيناء إلى الجولان إلى البقعة الغربية، كان يوم من 7 الشهر يعني 7/6 حتى 10/6 يعني في خلال 3 أيام كانت إسرائيل قد مسحت بشكل كامل حارة المغاربة. وحتى عندما تقرأ كتب الجانب الإسرائيلي عندما جاءوا في شهر 67 عندما كانت لسه لا يوجد اطلاق نار ولا وقت اطلاق نار، كانت هناك البندازورات تقوم بعمليه تصوير عرقي دون ان يكون هنالك كاميرات او دليل على ان هنالك عمليه تصوير عرقي لهذه المنطقه، بمعنى فرضت امر واقع في تلك الفتره، ازالت حاره المغاربه بالكامل، ازالت التاريخ لهذه المنطقه، حتى أن بعض الأشخاص الذين لم يخرجوا من بيوتهم، وهذا موجود في كتاب القدس للأسوار لإسرائيليين، يتكلمون على هنالك البندوزرات ردمت البيوت على أصحابها. حقيقة نجحت في تلك الفترة لأن كانت هنالك لا يوجد ردات فعل، كانت هنالك هزيمة قوية للجانب العربي في كل تجلياته، لا لكن اليوم لم تجر لأن هنالك صارت سدات فعل، لأن في الفترة الفترة 67 عندما قامت القوات الإسرائيلية من 5/6 دخلت القوات الإسرائيلية للقدس، كانت 7 من 7 الشهر حتى 10 أو 15 شهر كانت قد نفذت كل مشاريعها قبل أن هناك يتدخل مجلس الأمن أو أن تتدخل الدول هذا الوقت عملية التطوير. اليوم طبعا هنالك أولا النضوج الفكري للعرب لأهل القدس، وأيضا النضوج الفكري والاتحاد ووجود القيادات السياسية والدينية في هذا الموقع، هي تمنع ولا هي ليست تمنع لكن تقف حاجز أمام أي عملية تقوم بها الجانب الإسرائيلي. أشكرك جزيلا دكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، كنت معي عبر الهاتف من القدس المحتلة.